الو دكتور محمد عبد السلام، هقول لحضرتك انا مين، بس يا ريت ما تقفلش وتكمل المكالمه راجل لراجل وتجاوبني على كل اسئلتي عشان الموضوع ما يكبرش، لانه لو كبر مش هيبقى في مصلحتك خالص. ومين محمد عبد السلام ده بقى؟ ده دكتور اورام بيشتغل معانا في مستشفى المؤسسه من زمان، حاول متابع حالات الاطفال وقرعات علاجهم. العرض اللي جالنا من شركه الادويه جالنا من خلاله، وبرضه هو اللي قال ان الدواء مفيهوش خطوره، فعلى اساس كده عملنا الصفقه والراجل خد عمارته. وماله يعني؟ امجد، ما هو يا تركز معانا يا تدخل تكمل دهولتك دي جوه. ايه يا رويه، ما انا بسال عشان افهم اهو. التمرجي اللي اسمه صلاح قال لخالد ان عبد السلام ليه علاقه بالموضوع، مش عارفه هو قال له ايه العلاقه بالظبط ولا لا، بس هو قال له كده. طب ما خلاص، طالما محمد عبد السلام ده هو اللي فاتها من الاول، من العلاج ده مش هيأثر في العيال اللي ماتت، ما يشيل هو المسؤوليه. ما كانش حد غلب يا امجد، الموضوع مش بالسهوله دي. هو انت مش شفت بعينك العقد اللي بيننا وبين شركه الادويه، وشفت ان كلنا ماضيين عليه؟ يبقى ما حدش هيشيل الليله دي غيرنا. اوكي، انا قلت لخالد ان انا شفت محمد عبد السلام كذا مره واعرفه عشان كان بيجي لنا المؤسسه. محمد عبد السلام ده لازم يختفي تماما. قصدك ايه بيختفي؟ مش انت كنت بتقول ان هو كان جاي له عرض في اسبانيا بفلوس كتير، وانت عرضت عليه فلوس اكتر عشان يفتح العيادة؟ اليونان مش اسبانيا. هيقبل العرض بتاع اليونان، وانت هتديله فلوس كتير مكافأة نهاية الخدمة. هيسافر هناك ويعمل نفسه ما يعرفناش خالص ويحط لسانه في بقه، ولو بالصدفة حد سأله هيعمل نفسه من بنها. ايه بس خالد اكيد هيشك لما يلاقيه اختفى. ومين قال لك ان هو هيلاقيه اختفى؟ انا هقول لخالد ان انا جبت له كل المعلومات اللي تخص محمد عبد السلام، وهقول ان هو تقاعد وراح قعد في بيته اللي في الغردقه. طب وانت عرفت منين ان عنده بيت في الغردقه؟ كنت بروح له هناك من وراك. عزمنا هناك عنده كذا مره شغل. بما اني انا بقى قلبي على الموضوع وعايز اظهر الحقيقه اكتر من خالد بكتير، انا اللي هطلب من خالد ان احنا نسافر ندور على عبد السلام في الغردقه. وساعتها عبد السلام هيبقى في اليونان، وهنطخ المشوار انا وخالد، هندور عليه هناك كتير قوي مش هنلاقيه، وانا هزعل جدا ان احنا ما لقيناهوش، وهنرجع اثناء يا ام رايشه.